الحجر ببريز كان كتير صارم وجدي، كنا بحاجة لنطبع تأشيرة تنظهر من البيت، ممنوع نبعد أكثر من كيلومتر، ممنوع نطول أكثر من ساعة إلا بالحالات الطارئة. صراحة الوضع أنا ما كتير زعجني، لأني كنت أصلاً مزروب بالبيت صار لي كم شهر، عم حقق وترجم نص عن علم الكلام بالقرن الرابع الهجري، بتناول علاقة أهل السنة والحديث بالمسائل الكلامية اللي كانت مطروحة بهالفترة بالعالم العربي الإسلامي. بالتالي بما أنه لقيت كل شيء بدي إياه بالمكتبات الرقمية على الإنترنت، حتى ما احتجت أني روح على المكتبة الوطنية اللي أصلاً كانت مسكرة أبوابها وبعدها لهلأ مسكرة أبوابها للجمهور، وكل المراجع والمصادر والمقالات والكتب قدرت أحصل عليها عبر الإنترنت. كملت أعطي صفوفي بالجامعة عبر المنصات الإلكترونية مثل بباقي بلدان العالم، والشي الوحيد يمكن يلي استفدت له هو الحلاق، أصلاً بعدني لهلأ ما لحقت قص شعري. طبعاً كنت بتمنى أنه ما تحل علينا هذه الكارثة وأنه ما حدا يصيبه شيء، خصوصاً أنه تداعياتها رح تكون كتير كبيرة ومتعددة، إن كان اقتصادياً أو اجتماعياً أو سياسياً، على جميع الأصعدة وعلى كل القطاعات، ضمن القطاع الثقافي والقطاع الفني يعني طبعاً، والنشر كمان خصوصاً بالعالم العربي بما أنه وضعه ما كان كتير منيح حتى قبل هيدي الأزمة الاقتصادية اللي عم بتبلش. بتمنى أنه يكون غلطان وأنه الأشياء ترجع بأسرع وقت ممكن مثل ما كانت قبل، بس بيتهيأ لي أنه هلأ الكل صار واعي تقريباً أنه عم نفوت بمرحلة كتير صعبة على جميع الأصعدة، وأنه من واجبنا نواجهها جماعياً ونتخطاها.